تعال تعال لعبه تعال لا يا معاه هذه تموت هذيك وش اللعبه يلا يلا استعدان يا شباب استعدان محمد مين شمري يقولون يقولون كذي اللي يقدر يقعد كذي شباب شباب ايه قبل سدان الحين بيدخل بدل القحطان نبغى تحيه بدل تحيه لا لا وس 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 اذا جاي عيال سيفون السلام عليكم كمل اللعبه اسمع سمعتك انا 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 تحية انا سمعتك 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 انا واحد لا 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 مو كذي مو كذي لا واحد اثنين ايه يا واحد واحد اثنين لا شباب انت سو مالك هلا فهمتوا اللعبة؟ حلو اللعبة شوف انا اقول لكم الطق انا اقول اسمي اول اسم بعدين اقول هيثم بعدين يطق طقتين هيثم يقول هيثم خالد يلا هيثم خالد يعني ما حد يسلم خالد محمد خالد يعني هيطق لا بس يا بنجيك 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 حبيبي ما حد اكل تميس العصر المغرب فهمتوها؟ لا في اسامي مكرره هني في اسامي مكرره وين وين؟ محمد محمد وهيبي المكي وهيبي مكي محمد اوكي؟ وهيبي مكي محمد في بعد اسم مكرر؟ لا ما في ها يلا برافو برافو يلا لا 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 ما تقدر واحد اثنين ثلاثة لا لا اصبر لا بس محمد بس محمد لا بس لا مع بعض مع بعض واحد اثنين ثلاث روح محمد وهيبي وهيبي لازم تذكر اسمك في اي حد ثاني الطقه الاولى اسمك الطقه الثانيه اسم الشخص يلا حلو اللي غلط يطلع واحد اثنين ثلاثه محمد خالد محمد يحيى سريله يبغى يقول ابو يحيى صح خالد خالد اختار اسمي تبغى منه هذا خالد اول شيء اقول اسمه يلا خالد يلا اقعد قلت له فاهم قال لي فاهم يلا 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 واحد اثنين ثلاثه محمد معاذ محمد خالد لا معاذ اسمك اسمك لازم اقول هيك اسمك انت معاذ معاذ خالد معاذ خالد يلا يلا الحين يطلع برا الحين اللي غلط يطلع بجي بجي محمد واحد حكم 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 واحد اثنين ثلاثة محمد هيثم هيثم مخلد مخلد خالد خالد يحيى من يحيى من يحيى من يحيى أين هو يحيى ما هو يحيى وأين هو واحد تدخل واحد اثنين ثلاثة هيثم بلش عندك ها هيثم لا تحت فوق صح هيثم محمد محمد مخلد مخلد أحمد احمد ادري احمد واحد واحد ثلاثه اصبر اصبر ادري احمد احمد صوت 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 يلا واحد مخلد ما عاد ما عاد كشافنا بس احمد مين الله يا الله يا هيثم كيمو طبعا شاس لا تبغى الاول ماشي اول وحده سي لا 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 والله والله واحد اثنين ثلاثه هيثم كيمو كيمو محمد رهيب
وهيبي بس عاد مو مقلق هو يقول الوهيبي بس سؤال محمد الزمن زال اسمع يا جماعه اذا قال محمد وهيبي طول خلاص يا جماعه وهيبي او كده لا لا هيثم بدر بدر انا لا واحد اثنين ثلاثة هيثم فارس لا فوق صح؟ لا هيثم فارس واحد اثنين ثلاثة خلاص انا مسؤول انا مدير هو كلام انا اسوي انت سحر محمد سعود ظافر انا كلام انا امس كنت بقول سعود مين انا ما اخذتش بالي لسه بنطلع سوي ريالين انا اطلع سوي محمد سعود محمد ظافر سعود ظافر مكي وهيبي طلب بسيط التحكيم هنا اصوات لا تبدا طب انا وش اسمي في ما تعرف شو اسمك في ضابط غير بدر انا ما في احد اسمه يحيى لا اوكي ما في احد اسمه يحيى ابو يحيى يا ما في ابو يحيى واحد يا جماعه ابو يحيى وين جبتوه يلا واحد اثنين ثلاثة سعود بلش سعود فارس اخر واحد يلا اخر مره يلا من يبدا معاذ بلش يلا معاذ مكي لا فوق لا لما نطق قول اسم يلا واحد اثنين ثلاثه معاذ مكي مخلص خالد ظافر معاذ اوكي اطلع برا اللعبه دي مين خش يا زياد زياد عرفت الطريقه واحد اثنين تقول اسمك وانا زياد انا واحد
لا لا يتعلم يتعلم شوف شوف لا حد يقول زيد على اساس على اساس والله بس يجي نفر يشيل ريالين لا لا وش بدل اسمع اول شيء اسمك انا اتكلم لسانه اه صح كذا يلا اختر اي اسم هنا الخمعة لك وهيب يقول لك عشان في تواصل واحد يا جماعه لا حد يذكر اسمه لما يطق اذا ايه عندك زياد محمد خاص عندي محمد انا كلام هذا انا محمد معاذ يا ثمان كلام هذا هو كلام ما في مشكلة انت يا سعر مزاج من يبل بل مش لحوم مخلد مخلد ضافر ضافر زياد زياد فارس صح صح ممتاز صح بس هنا الصور هنا اسمك هنا اسمك طق الاولى اسمك طق الثانية واحد اثنين ثلاثة زياد بلش لا يا روح روح زياد زياد طقتين طقتين تهاب اوكي واحد هذه يبغى لها اثنين ثلاثة استوديو شوي 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 هذا برا برا ريوس 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 دق ريوس دق يلا واحد اثنين ثلاثة عند بدر عند بدر بدر مثل مثل ضافر ضافر هيثم هيثم ضافر ضافر زياد زياد عبد الله انا عبد الله واحد اثنين ثلاثة بلش هيثم دحوم هو انا بلش يحيى ضافر خالد خالد كيمو كيمو خير خيري وش خيري 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 اللعبة دي تلسع شوي يا جماعة انت طق شوي شوي مو لازم بس تقدر تطق شوي يلا وهيب عندك وهيب مكي مكي وهيبي وهيبي مكي مكي وهيبي وهيبي مكي خذ راحتك مكي وهيبي وهيبي مكي مكي وهيبي وهيبي هيثم هيثم وهيبي هيبي هيثم هيثم وهيبي يعجبك في اللعبة هذه يجيك شلل مؤقت وعند ترجع يلا واحد اثنين ثلاثة في واحد ساكت منه ما في شيخ سعود مخرج يلا فارس حمد بدر هيثم مخلد ضافر ضافر مخلد مخلد ضافر ضافر شمري شنو شمري خلاص يلا نبدا صح لا يقول لي واحد معاذ خالد لا يقول لي معاذ حامد انا اسمي خالد خاطر الشيخ عندك عبد الرحمن دحوم ضافر ضافر سعود
سعود مخلد. مخلد دحوم. دحوم ظفر. ظفر خالد. شنو ظفر؟ خالد بدر. بدر سعود. سعود مخلد. مخلد ظافر. ظافر مخلد. مخلد ظافر. ظافر مكي. مكي مخلد. مخلد بدر. بدر كروم. كروم خالد. خالد كروم. كروم مخلد. الله مخلد مكي اطلع برا والله يا اخوي اطلع برا والله ما عليك على تعال بدر بدر تعوق يا اخوان يا سعود 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 عندك والله بعد هذه شوف شوف هو يطق غلط يزرقب ولا يهزر ظافر ظافر خالد بدر خالد ظافر ظافر خضيري معلوم الرأس بدر كروم خالد خالد مره خالد 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 لا خالد موفي واحد اثنين ثلاثة دحوم مخلد مخلد خالد خالد سعود سعود خلخلد لعبة ثانية واحد حيخرج طبعا كلنا حنكون جنب بعض على الكنبة واحد حيخرج حنتفق مع واحد من الجالسين انه هو اللي غير الحركة هو عليه يكفش مين اللي قاعد يتحكم فيه خلاص انا ما في اللعبة هذه والله انا اطلع برا يلا كيف كيف تعال انت اطلع برا دحين اديكم دحين اقول لكم يلا كيمو